sin forma, por la paciencia y por la esperanza, no lo tenemos. Sí. Y los escuchas a tu nombre, a la hora de ir. No, es que. No, 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 اتوقع ان يحصل هنا المفروض حاجه صح في ليزر يا دكتور هنا المفروض يحصل حاجه ما حصلتش يبقى حصل انهبيشن يسيبوني في نفس البيس انهبيشن اللي ما حصلش لو عرفنا ان هو البيس ميكر حس ان في كمان حصل ده بيسميه اوفر سنسنج طبعا ده يكون بيقول ايه سريع الروبوت كونكشن او اكسبوجر حلو حلو السؤال ده قوي مين اللي بيساله ماشي يلا ليه لما يكونش هيستريسيس مين يجاوب؟ هو ده شكله ايوه ما يكونش هيستريسيس تعريف الهيستريسيس ذا اسكيب انترفال از لونجر ذان ذا بيزك انترفال ذيس اسكيب لو انت اعتقدت ان ده اسكيب انترفال ات از شورتر ذان ذا بيزك ممكن لو حصل ايه في الاندر سنسنج هي الفكره كلها مرتبطه بغياب الايفنت غياب الايتريد ايفنت اللي هو مش موجود
طبعا بس احنا بنقول مجال كلكم عارفينها طيب كده شغل كتير في برودكشن في دخلت مختلف بيرتم صالح يا صالح طيب ايه السيكل دي انترفنشن زي معظم السيكل بتعملها ايه ايه اللي احسن بالنسبه للكرونيك على سبيل المثال لازم يكون زي ما الدكتور انور قال شويه الدي اي كونكشن ربع اقل من 40 ملي سكند 8 وسكت بيتس ساعتها بيعتبر ان هو ده وصل عمل بيبقى ديتكتيف بيكتب الكافيا بيبقى انت ايه الحاله بتاعه هو لا عامل برولونجيشن فيفر لبروت ميل سيل نشوف احنا كده الاولى فبالتالي الديتا بيت برودكشن ده بيحصل السنس والكنداسه في الاسكن يقف وبالتالي يرجع يحصل ترويشن في السيت اللي فيه طبعا كان زي ما الدكتور زي شفنا مره في الكيس اللي فاتت في الحاله بتاعت بوسطن يوقف بعد كده 90 ثانيه عشان لو هو بيعمل تراكنج عايز الريت كان عالي شويه ما يخرجش التراكنج ويفضل يكمل التراكنج بتاعه بيجي ريسبونس بيجي ريسبونس شبه احنا بنقول بيجي ريسبونس شبه برضه بنفس الطريقه او شبه ممكن تعمل لنا مشاكل في السايكل بتاعتنا عشان برضه المسيك اول ما بتتكت اللي بيحصل ازاي بتتهمت عندك اي دي بي بعد كده بيجي عندنا الايفنت بتاع الشغل بتاع المسيك بتاعتنا قلنا سيشن بلان بعد الفنتيكال سيلز ايفنت during the DA interval باعتبارها بيتش وبالتالي برضه يطول الـ D bar برضه كل سكن عشان تبدا برضه ما تحصلش اي سمعت ان ممكن بي بي سي تعمل لنا برضه تحصل لها بيت كونكشن ودخلنا سمعت ان دي تكرار كتير ايه ده سمعت ان الريبورت اوكي وات از ذا ريسن موديل ايه ده سمعت طبعا عشان احنا شايفين ان فيه التالي من ناحية اليمين في اتريال سبايك وكابشن هي الدي دي اي بتعمل ايه؟ الاتريال ديول يعني ايه بيسنج وسنسنج فهو الاتريال كده كده بيبيس على اللور ريد بتاعه خلاص يعني عشان ما نتلخبطش نقول ان دي مال فانكشننج في الدي دي دي لا دي 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 اي هو هتلاقي ان الاتريال بيبيس على اللور ريد بتاعه وتفر بقى بعد كده فيه فدي ده الكلو ليه؟ يعني هي فكره ان دي دي اي هو تقريبا صح التسميه هو دي دي اي شغال لوحده وبي بي اي شغال لوحده والاثنين مش بيخانقوا مع بعض ما فيش اي اتصال ما بين الاتريال اكتيفيتي والفكره هو نعمل تراكين لكن بيحصل تراكين during ethereal pacing and there is no ventricular sense بيحصل pacing لا ده صدفة وده مدينة نفر يعني during ethereal pace and ventricular pace بيحصل تراكين في المثال ده يعني هو اوكي نعمل تراكنج جاست ان ذيس سيتويشن وفي المثال ده اول مين والمعتقد الاخير فيكس اي في انترفال مين سينكرونايزيشن بس تك سينكرونايزيشن اوكي طبعا ده دول واضح لك مين سينكرونايزيشن The most popular reason for this EDS. إلا أن أي سبب في المحاصر في اليمن. هل دي أثر دي دامج ولا مال تنشنس؟ ولا دي الكتروليكو ليه انترفيرنس ولا رولو كابا؟ إيه تخيل دامج؟ طيب صح مظبوط انت بتقول ايه تريد انت مظبوط انت بتقول ايه مظبوط
طب ليه مش معمل 2 شيلز او ليه مش ميكرومجنتيك انترفيرنس؟ اصلا على 2 شيلز مظبوط كلام ده ليه الالكترومجنتيك انترفيرنس لكن الهاي بوتنشلز لا مش هتاثر على 2 شيلز. حركه مع الديب بريث مع عند البيشنت لو سكرت المصل بيبقى باين على يعني اول ما لما يكون عندنا من اول ما اول ما نشيل نور السكت ابسس اوف نيرز وان كان از موف في السنسنج اول ما ترفع الكامل من السنسنج سكت يبقى فيه اليونت في الاشهر بعيدة هنا جاءت عندك سبايك ومش وعشرة حاجة من السبايك مش وعشرة حاجة فبالتالي دي لوس اوف تاتش. هنا حصل كان ريت ايه هو حتى كنا عارفين ريت دروب ريسبونس او ريت دروب ريسبونس اللي بيحصل يبقى ان الجهاز الاتليا بيت واصل لبيت معين بينزل على البيست او يشوف اتليا بيست ايفنت لمده 25 ملي سكند بيعمل انترفنشن بيطلع القاف على البيست بيت 110 لمده دقيقتين بعد كده بيرجع ينزلهم.
لكن حصل ده اللي حصل هو حصل ريد دروب فوق يعني ريد دروب من 70 من فوق 80 لغايه 50 لمده 30 ملي سكند فعمل انترفنشن رفع الريد لمده 2 بعد كده رجع ينزل زي النص الكابشن اللي قبل دي يا اما الليد ديسبليس من الايبوكس فايل بنتكل يا اما الليد المسمار استك من مكان الكوز النص الكابشن مظبوط مظبوط خلاص بس انا كنت بقول ايه ده صوت ايه اللي حصل هنا ان هو المفروض كان سيرس على العالي بقى بيس على الدور ريت 2-3 بعد كده هترفع من عمل الانترفنشن احتجت الجوده دي اللي هي الريت ده عدت ال 50 بالظبط هو اقل على 50 هو بيعمل الانترفنشن في واحده ولا يتاكد ان لا ما زي ما قلنا احنا قلنا لا بالنسبه للميديترونيك يعني البيت واحده لا البيت واحده لو حصل 30 سكند الويندو دي بتبقى 30 سكند يعني لو ريت حصل غير من 30 سكند احسن 30 سكند ممكن تطلع على ريت 50 تطلع كام؟ 25 25 يعني لو فضلت 30 سكند على ريت ده بحاول اجيبها الديتكشن ويندو هو مثلا لو كان 25% خلال الويندو ده بس لما بيوصل 50 حتى لو بيت واحده بيعمل انترفينشن لا ولا دي لو ما عدى 30 سكند بياخد بعدها بيعمل انترفينشن لو فضل على 50 ده بيقول 30 سكند هي 25 دي والرفع بعد كده ال 110 بيت لمده قد ايه؟ مده دقيقتين ونزلها على كده كده الريت جروث ده بنركبه في اللي بيجي له بوست على الانترفينشن بالظبط بس دي مش بس دي بس كده الدكتور بس كده الدكتور ايوه لكن الناس عندها بس دي بس كده الناس اللي ليها دكتور في ريت سايد طيب الكي سي الكي سي ام جي كم من اللي شوف ايه بي ام تي حد بي ام تي صح؟ سبب البي ام تي هنا larger signal on 5 feet with deflection the first to be for surgical يعني جدا لو يبقى في السيولوجيكال مفيش مكتب لي الرمز ده ليه هي السايكل اند ميلز طبعا ده احنا زي بس ابديت ترو هول سيشن بالظبط مش بالظبط